أعزائي الطلاب، عدنا ثانية للتعرف على بعض أغراض أسلوب الأمر، فهيا بنا. قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر عز الطالب إلى أسلوب الأمر هنا، ربنا آتنا. من المخاطب؟ البشر، يخاطب الله سبحانه وتعالى. فهنا الخطاب كان من الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة. فهل هنا يأتي بغرض الإلزام؟ بالتأكيد لا، لقد جاء هنا بمعنى الدعاء، فالأمر هنا غرضه الدعاء، وهذا أمر مختص بالله سبحانه وتعالى فقط. لنرى أسلوبا آخر. أخا الجود أعط الناس ما أنت مالك، لا تعطين الناس ما أنا قائل. هذا البيت الشعري قاله المتنبي لسيف الدولة، فقد جاء هنا من الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة، ولكن بين البشر. والأصل في هذا الأمر أن يؤدي معنى الرجاء، والرجاء يكون من الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة بين البشر. ولكن المتنبي هنا كان يعتبر نفسه في منزلة سيف الدولة، لذلك عرف هذا الأسلوب بأنه غرضه ماذا؟ انظر معي، غرضه هنا الالتماس، والالتماس يكون بين شخصين متساويين في المنزلة. قال محمود سامي البارودي: واخشى النميمة واعلم أن صاحبها يصليك من حرها نارا بلا شعل. كما ترى عزيز الطالب، هنا محمود سامي البارودي ينصحنا، فماذا يقول؟ ابتعد عن النميمة واعلم أن صاحب النميمة سيكون ماذا؟ في النار، والعياذ بالله. إذن عزيزي الطالب، أسلوب الأمر هنا غرضه ماذا؟ الإرشاد. اختر الإجابة الصحيحة لنرى، هيا بنا. واخفض جناحك إن منحت إمارة، وارغب بنفسك عن ردى اللذات. هذا البيت الشعري يخاطبنا الشاعر قائلا: واخفض جناحك، أي تواضع، إن أصبحت أميرا أو حاكما. وارغب بنفسك عن ردى اللذات، أي اجعل نفسك بعيدة عن هواها. غرض الأمر في بيت الشعر السابق، هل غرضه المدح هنا أم النصح أم التعجيز أم التمني؟ وانظر: واخفض جناحك إن منحت إمارة. بالتأكيد أشكرك عز الطالب، المقصود هنا أو غرض الأمر هنا النصح والإرشاد. قلت لزميلي: أعطني القلم. غرض الأمر في العبارة السابقة، هل هو المدح أم النصح أم الالتماس أم التمني؟ فكما ترى، الأمر هنا قد جاء بين شخصين متساويين في المنزلة. إذن ما الغرض هنا؟ أشكرك عزيز الطالب، الالتماس. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. غرض الأمر في الآية السابقة، هل غرضه الإرشاد أم التعجيز أم التعجب أم الدعاء؟ وقال رب أوزعني، هنا الخطاب موجه من البشر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يختص غرض الأمر هنا إلا بماذا؟ نعم، بالدعاء فقط. هيا بنا أعزائي الطلاب لنتعرف الآن على الدروس المستفادة من نص أيها العمال. أولا، السعي الدائم في طلب الرزق، وأيضا تقدير العامل فهو عصب الحياة وأساس تقدمها، وأيضا إتقان العمل لأنه يرفع من منزلة صاحبه، المطالبة بالحق دون عنف. وتعلمنا أيضا تقوى الله في العمل
لأنها تفتح أبواب الرزق. والدرس الأخير ادخار المال للمستقبل وللشيخوخة. وتذكر عزيزي الطالب من الأغراض التي يؤديها أسلوب الأمر: الدعاء، الإرشاد، الالتماس. إلى هنا أعزائي الطلاب، لقد انتهينا من شرح درسنا لهذا اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.